عكرمة، لو تحدثنا ماذا تذكر عن حي المغاربة قبل هدمه؟ هو سكانه أصلا هم أصول مغربية، أتوا أيام صلاح الدين الأيوبي في فتح بيت المقدس، ولأنهم أبلوا بلاء حسنا في تحرير المدينة أكرمهم ومنحهم هذه القطعة المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الغربية، مثلا زاوية بوميديان، وهذه الزاوية هي مغربية، وبوميديان من العلماء المشهورين في الجزائر من مدينة تلمسان. وطبعا لما نقول مغاربة تشمل شمال إفريقيا، يعني ليس المملكة المغربية، تشمل الجزائر، تونس، ليبيا، هذا كله مغاربة نسميهم.